السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم. هنالك العديد من الأشخاص أزعجتهم هذه الفكرة إخوتي. بالنسبة لي 10% كما تلاحظون هنا، يقول إنه 10% سوف يقوم باستخدام فقط 10%، و90% لن تقوم باستخدامها لمدة 24 شهر، يعني عامين طبعا. أنا أقوم بطمأنتكم إخوتي، هذا الإجراء، لأن هذا الإجراء عملها تطبيق سويت كوين أو شركة سويت كوين لتفادي أن تكون العملة بسعر رخيص جدا إخوتي. هم يقولون أن يوجد المليارات من هذه العملة، مليارات إخوتي، لذلك هم سوف يقومون بتشفير 10% فقط. يمكنك من 1000 استعمال 10%، يعني 100 نقطة فقط. ولكن هذا الإجراء، أنا بالنسبة لرأي إخوتي، رأي شخصي، هو إجراء احترازي من شركة سويت كوين وتطبيق سويت كوين لتكون هذه العملة، انطلاقات هذه العملة انطلاقة قوية. إذا كانت مثلا، إذا كانت أقول فقط مثال فقط، إذا كان العرض سلعة كثيرة إخوتي، سوف تكون بسعر بخس إخوتي ورخيص جدا. لذلك سويت كوين هو سوف يقوم ب السماح باستخدام 10% في الانطلاق اخوتي، وهو يؤكد لك انه سوف يقوم ب تركك تستخدم 90% في تدريجيا في العامين القادمين ان شاء الله. والشيء المهم هو ان تكون العملة بسعر جيد اخوتي، لأن الملايير من هذه العملة مستقبلا هي حاليا تعد عملة طبعا، نعم تعد كلها عملة رقمية، لأن كل عملة من هذه، كل عملة من سويت كوين قمتم بالتحصل عليها هي عملة مستقبلا، رقمية مستقبلا إن شاء الله. لأن سويت كوين هي كالعملات الأخرى مثل البيتكوين، لذلك هذا إجراء عادي. والعديد من الأشخاص قاموا بطرح هذا السؤال، قالوا لي فقط نحن متخوفون من سويت كوين أن يأخذ نقاطنا أو يسرق نقاطنا. لا إخوتي، هذا إجراء فقط لكي لا يكون هناك ازدحام طبعا، ويكون كل شيء منظم من تطبيق سويت كوين او شركة، نعم من شركة اخوتي، ليس التطبيق فقط، هي الشركة اخوتي حاليا تمتلك رأس مال وتمتلك احتياطي هائل من هذه العملة. لذلك هم يقولون انهم سوف يستخدمون 10% وبعدها 90% تدريجيا. لذلك لا تخافوا اخوتي، هذا الفيديو لطمأنتكم بان العملة، لا تخافوا من التطبيق، لانه تطبيق او شركة صادقة. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.